إذا كان المقصود بإسقاط النظام هو استقالة الحكومة فهذا ممكن، أما إسقاط النظام المتراكم في لبنان، إسقاط النظام الطائفي السياسي الذي هو راسخ في البنية اللبنانية بهذه السرعة وبهذا الشكل من حيث الوقائع وبكل موضوعية، لا أظنه يحصل بهذه الطريقة. قد نرى بضعة إصلاحات، هو درب طويل، هذا الدرب لابد أن يمر بالانتخابات النيابية، لابد أن يمر بوعي الشعب، وأنا أظن أن ما يحصل الآن هو بداية هذا الوعي الشعبي المتشكل، ومن هنا يبدأ السبيل. شكرا جزيلا لوجودك معنا الناشط والمحلل السياسي ربيع دندشلي.